فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقوم أحيانا بإحضار سباك ليصلح شيئا في البيت، وبعد أن ينتهي من عمله أسأله عن أجرته، أحيانا أعطيه إياها كاملة، وأحيانا أماكسه فقد يرضى مكرها. لا، ما يجوز هذا، أنت اللي فوضته في هذا، أنت اللي فوضته وقلت كم أجرك، أن لو أنك من الأول تعاقدت معه على مقدار، نعم، أما أنك فوضته خليته يعمل وبعدين قلت كم أجرك وقال كذا وكذا، لازم تعطيه اللي هو قال، يعني تمنته على ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.